كله عشان نجهز القالب الميل والفيميل. لازم تكون على مقاس واحد ومقصوصة مع بعض. قص الألمونيوم، هذا ألمونيوم مصبوب، هذا جاهز القص كله عشان تكون متشعر على مقاس واحد. شوف قديش كم سنتي وصلت؟ ثقيلة كثير؟ لا خلاص 1 سم 2 سم. كيف الحرارة حقتها؟ تكون حارة صح؟ تكون حارة مرة. هذا الألمنيوم يسخن بسرعة ويبرد بسرعة. مو زي الحديد يمسك الحرارة. إي لا مو زي الحديد.